ليه صار في الشارع جبر يصير الحوار؟ الشارع جبر كل المسؤولين انه يعملوا شيء، لان الناس كانوا والبلد كان كله بكوما، وكانوا الناس بلشوا يقسوا انه ممكن يكون بعد في قلب نابض بهالبلد، ممكن بعد في حدا يتحرك. نزلوا هالشارع على الشارع ورجعوا اكدوا انه لا، بعده القلب نابض واكثر من زوم كمان. ولاول مره بنشوف هالكم الهائل من الناس يلي يعني نزلوا حقيقه لا شعوريا، بدون اي تنظيم، بدون اي انكادرمان سياسي، احزاب او شيء من هالنوع، بس بنحط هاشتاج وبينزلوا الناس. انه هيدي شغله كثير مهمه صارت. انا شفت ناس حالتهم تعبانه وناس كثير اغنياء نزلوا على الشارع، على نفس الشارع، ناس معلمة وناس مش معلمة، ناس مسيحية وناس إسلام. فأنا برأيي هذا إنجاز كتير مهم، وهالشباب وعوا الناس على حقيقة الوضع يلي نحن عايشينه اليوم. الشغلة الثانية اللي عملوها الشباب اليوم، وهذه شغلة كتير كتير مهمة، إنه كانوا الناس حاسين إنه نحن ما فينا نعمل شيء، ورجال السياسة بالبلد حطونا بجو إنه كل شيء معلق تنشوف السعوديه وايران، وتننطر وزير الخارجيه بكره جاي على بيته نشوف شو بده يحكي، بكره ملك السعوديه رايح على امريكا نشوف اوباما تنشوف شو بده يصير. دائما بدنا نشوف شو بده يصير، دائما بدنا ننطر نشوف شو بده يصير. اجوا هالناس قالوا لا، نحن بدنا نغير هالنمط هذا، ونحن ارادتنا بدنا نخلي انه هالشجره هيك نهزها حتى نرجع نحرك الموضوع على الارض. وانا صراحه نزلت قصدا. صح، شفناك شاركت يعني، شاركت من اول لحظه، لان انا اعتبرت حالي ممثل من قبل هالشباب هدول. انا من سنه 2006 رفضت كون لا ب 14 ولا ب 8، ومش هيك ما عملت لا وزير ولا نايب، يعني انا رفضت الاستفاضه بوقتها، لان شفته من وقتها ال 14 و8 انه عم يبنوا متاريس، ما عم يبنوا دوله حديثه، دوله مبنيه على تكافؤ الفرص، دوله مبنيه على حقيقه انه نجرب نغير شيء، نتعلم من الحرب الاهليه ونجي نعمل شيء ثاني نحن اليوم. هيدا انا اللي شفته، انه شو اسمه، وشفت انه عم يبنوا متاريس، وقت تبني متاريس الناس توصل لهيدا النتيجه. ايه، نوصل لهيك نتيجه، وخاصه نوصل لهيك جو في فساد. سامي نادر، هل تعتقد انه هذا